الخير، بصحة لفطوركم وبصحة لفطورنا معاكم. واش راكم لاباس؟ إلا كنتم لاباس حنا رانا لاباس، وإلا كنتم ماكمش لاباس حتما حنا ما نكونوش لاباس. تشفوا على الفهامة بكري يا حسرة من اللي كانت تطلع عليكم من السمانة للسمانة. ياو في هذاك الوقت أسبوع وحنا نضاربوا باش نطلعوا الفهامة، لكن في رمضان 2020 رانا يوميا نطلعوا عليكم. والشيء الجميل درك راه تبدلت البرمجة، راهي كاميرا كاشي قدامنا وكاميرا كاشي ورانا. احنا رانا جينا في الوسط، ما نطولوش عليكم، نروحوا للشيخ عزيز ونريح يدينا باش نعرفوا الموضوع نتاع اليوم يا مرحوم الوالدين. إلى متى تبقى السرقة منتشرة عندنا في بيوتنا وفي مضاجرنا وأحيائنا؟ هل تحول السارق المارق إلى رجل أعمال والموظف البسيط يعاني الإهمال؟ أتساءل أنا، لماذا يتملص السارق من العقاب ولا يدفع الحساب؟ يتساءل أحدهم. هل أصبح السارق يتمتع بالحصانة والمسروق يعاني الإهانة؟ أتساءل أنا. هل تحول منصب المسؤولية إلى مغارة علي بابا لا يمتلكها إلا 40 حرامي؟ يتساءل الجميع. هل تحولت السرقة إلى قفازة وشطارة وتخطيط تحتاج إلى ذكاء وتخطيط؟ أتساءل أنا. لماذا ندر وقل عندنا المخلصين وحل محلهم المخلصين؟ أتساءل أنا. هل تحولت سرقة المال العام إلى عملية تجري على الدوام؟ يتساءل الجميع. لماذا أصبح التاجر يسرق الزبون والمقاول يسرق في البطون والمسؤول يسرق بالقبون؟ أتساءل أنا. لماذا نساوي في العقوبة من سرق 1000 دينار مع من سرق 1000 مليار؟ يتساءل الجميع. لن تشاهدوا لا هذا ولا ذاك في عنبر القصديرة، عنبر من لا عنبر له، بعد قليل. الموضوع نتاع اليوم هو السرقة. الفهامة نرجع ليكم ونرجع للفهامة. الفهامة هي شوية سكاتشات شوية نوكت أغاني كاع رانا نغنو كي نقولوا الموضوع نتاع السرقة. نروحوا للسرقة ما قل ودل، على خاطر من اللي بدا الحراك حتى لليوم راكم فهمتوا السرقة وغسلتوا ديكم وشربتوا ورويتوا معانا. المهم واش يقولوا بكري يا حسرة بوياتنا والأمثال اللي كانوا يقولوها على السرقة؟ يقولوا المال السايب يطمع فيه التايب، وكيما يقول عبد الرحمن المجدوب، في حياتي كسبت معزة وجبت كلامي رباعي، سعة ومن يعطيها ربي ويقول لك اعطالي ذراعي. أنا في مالي على الفاسد، في السياسة على ترسد، عندي شكارة سيالة، عندي شكارة سيالة. خفي 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 هادي شكارة الزبل. على باي شكارة الزبل؟ قولي حاشاك، وش راي دير هنا؟ حاشاك هادي شكارة الزبل، حاشاك خليتها باش كي نعمر كاع الزبل والخلطة ديالها في الدار والحبوبة الكحلة عادك خرجها. فهمتي واش قلتي؟ شعار انا عندي خردة في داري؟ لا لا، ما قلتش انا عندك الزبل في دارك حاشاك، قلت انا الشومبرا اللي راني ساكنة فيها انا وخويا فيها الجلدة خيا، كي كتعمر زبل حاشاك خرجها. خرجيها انت؟ اه هنا. وخرج واش يدير؟ لا لا خرج هنا، انا خاطر راني مغمومه، راني مغمومه وراني مضروره وقلبي راه مغبون، باش نشم شويه هواء. شكون اللي غمك واللي غبنك؟ شكون حنا؟ لا لا قطوطه. قطوطه؟ واش من قطوطه؟ كاين قطوطه بعد، ماشي قطوطه كاين. انت كي تخدمي عندي ولا عند القطوطه؟ شوفي تكملي هكذا ضربوا تاع الصالح يروح. وهذه وين سمعتي بها؟ فتها امشي طيري. خير والموتور والبقرة الدورة شاهد الزقا.
مشي مشى مشي مشى مشي مشى. اه مدام واش راكي ديري تم؟ واش راكي ديري؟ دقيقة دوك نجي. احبطي دقيقة احبطي دقيقة احبطي قلت لك. واش بيه باباك؟ على بالك انا كنت جايه نجيب الخضره باش نقطعها ايه؟ ونسمع في الزغاريت ونسمع في الصونات ونسمع في الغاشي ديال التراوه. انا قلت بالك عز انا خرجت برا ولقيت الدعوه متراوسه، الطايح كثر من نايض، النايض فاتيقي، الناس شادين في بعضهم، دايرين اللافتات. انا سمعي ليكيب ناسيونال ربحت. وين واش راح لي فيهم ربحت ولا قعدت؟ واش في العياط اش كاين؟ واش كاين سقسيني انا في عاد حبت نقي الخضره وطيب الفطور؟ لا لا قعدت لي في البس مسمره. سيدي دقه انا كنت هنا نجي نقطع الخضره، سمعت العياط، قلت انا بالك مسعوده تزوجت. اي خرجت برا لقيت شوابين البزوز الدراري شادين في يديهم طنق وما يواسيهمش ودايرين لافتات كبار. حسي داك الشابو دوك يقعد تبع فيا طول حياتي. ديجا وينك رايح انت مع صباح ربي؟ خلينا من الشابو الحاله راهي منتخذاه. ايه وكاتبين في اللافتات لا للعهده. واش من العهده؟ الخامسه. اخلخ اخلخ بنت سيدك توخضنا. العهده الخامسه. شحال رانا في الشهر اليوم ماز لومد؟ 22. اتخذت الحاله داروها الشرميذه، سوق الذر اللي كنا نقولوا ما يديروا والو داروها. والله والله غير داروها الشرميذه. هاو هاو داروها هاو. كنا صافي فرحانين والله. تعرفيهم الشرميذه هذه ما تعرفيهمش؟ هاو اختي ها اخلاخ بنت سيدك داروها الشرميذه صاي داروها ذر داروها كيما داروها في البروغرام. على بالك اصلا ومن لا لوتيرا لا فيلات لا شكارا لا جد امك. يعطينا ويعطيكم الصحة من هي حتى دقة الدقة يا خويا قالوا الشيح والعرعار. احنا اللي عنده الشيح وعنده العرعار خير من اللي عنده مليار، على خاطر اللي عنده مليار اللي يقول لك فلان تبن في كرشو واللي في كرشو تبني خاف النار. روح طيش هذا يا حشاك الشكاره تاع زبل وارواح روح ترقد على روحك. يا مراه انا الابليس اكيد تشوفي فيا ملي نط السبع وانا خدام ما غلطتكش وخليني ناخذ غميضه مانيش منتها. لا هنايا قلت لك روحي درك اشطح في عرس يا اخي. قلت لك طيش الشكاره ذي وجه تمد. لا اله محمد رسول الله ونعم بالله. هيا نعلي بليس امره والله العظيم دوك نولو في حاجه واحده اخرى. اسمع بليس انعلو انت وهز الشكاره تاع زبل ما تخليها ليش انا في الكوزينه تخمل لي. يا امره نعلي بليس نقول لك حاجه شوفي فيا نظروك 12 تاع الليل نعاود نهبط تخط للدار. كنت تقول لي ما قبل تعيط لي في التليفون او خليتيني كي تزرع نرقد دروك. قلت لك مانيش من الجماعه. سامحني نورمالمون نبعثها لك اس ام اس. سيل تو بلي كويدر تي انفو. ايا خلينا متمسخر تاعك روح طيشها تمتم. صايي صايي وليتي مهلوك تقول كنت تحمل في البار. لا الله محمد رسول الله المرضي ما تفهمش. يسمع يا كون نخليها في الكوزينه الريحه نبات انا على الريحه تاع الخميج. لا ما كانش منها والذبان والناموس وكيما يقول الله يسترنا يا ربي. رام يقولوا مشني انا راكي تخلي الاوساخ في الكوزينه تاعك رام هذوك الناس يروحوا يدوروا بها الشيتو يسكنونا جنونه. يا وانا الجنون راني متعشره معهم الجنيه اللي ما قدرت لها ساعه. حطيها في الكوزينه الله يسهل عليك. تحبي ديريها شريطها تحبي ديريها مثومة تحبي ديري بها الله يسهل عليك. ها خلينا وك قصني في الصميم قسمت لي قلبي على النص تما الجنيه انا هي. لا يوصلك ولا مليك لك انا هي الجنيه. انا راني مرا نظيفه وما نحبش الزبل يقعد لي في الدار. طيش ولا نهبط انا مره في الليل نطيش. نقول لك حاجه والله ماني مطيش والله ماني رمي الله يسهل عليك. ارمي دبري راسك انت خذي خاطيني. لا 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 محمد رسول الله هبلتيني ياس جنيه تاع الصح. وروح ان شاء الله مرقد السعد والبص والرعد وكما يقول الشاعر كل واحد يدبر راسه في حاله. من البلكون انا خطيني. ما فيش طب حرقة المرمي بعفاق.
ويعطيكم الصحة. أفرينية المبروك نقطعها في قرجومتك بحبة زلبية من بوفاريك. بصح بوفاريك راها الطريق مقطوعة، لا زلبية لا ليديك لا يجيبك. ألف هامة من بكري يا حسرة. الأغنية اللي نديروها على حسب الموضوع اللي نديروه فيها رسائل وفيها معاني، وما هيش برك أغني من أجل الأغنى. في شطا يما في شطا تحرقت المرميطة، في شطا يما في شطا هلكنا المحيط، وفي شطا يما في شطا فتحوا علينا الأوزون نتاع غابة الأمازون. المهم يا مرحوم الوالدين، هذوك الغاشي اللي قدام اللانوضو في الحراك يا وسبتها قاع، خلاو المرميطة تطبخ حتى نتحرقت. كي تحرقت وشيطت وشم الشعب ريحة الشياط، نظنا على جل المرميطة اتحرقت. وين رايح نروح هو الشيخ بادي؟ اه يا تمرت عبس كنا نشوفه غرفة صابر غير يتصدر، كان طيح لي غير حبيبة تهبط لي من هنا. يا مرتي راكي تعطي على التمر تاع بالزقرة. يا ودي تمر تاع بالزقرة وتاع وين سيوف تاع غردية تاع طول قو ما يكفيش الدراهم. يا مرتي العزيزة تجيبوا بالقمل اللي في شعرك. يا واش بالقمل سلكنا تشامبو هذيك اللي نديروها ومن وهذيك اللي تحلمي بها ونديروها من الاخر. واش من الاخر على بالك يا مرتي باللي سلكنا؟ ما تقوليش جبت 500 الف اللي تسلم الجار. واش من 500 الف اللي نسهل للجارنا؟ راكي غلطة في حسابك. شتي ديك لافير اللي كنت تتبع فيها تاع عمك؟ عمي الله يرحمه برحمه الله وما تحدث ورث على بالك شحال؟ 5 ملايين. واش من 500 الحدود تاع 5 ملايين؟ 10 مناير يا مرتي، 10 مناير. اما ناير 10 مناير. ايه ايه هاو بابا. ها واش فيها بابا؟ روح في ريفي، روح في ريفي، الله يجعل الخير خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. بابا ها بابا ماتت. يسمى كونفورمي 100% المراه ماتت. شت الخير كيجي يجي ضربه واحده. امك ماتت وانا ورث 10 مناير. وانا مامايا ها ماما كنجيب لك وحده جديده وصغيره. فلفل بطاطا ما 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 يعطيك عدل. علاش جيت زقين بالله عليه؟ ما علاش كاين؟ ها نحتاج ما نهضر مع ما ها واش نقول؟ ما هضري نتقي تقضعي. ما شفت النمره خاله حداي تاك تشوفي في المنام؟ اكيد تشوفي انت. ها ما نشوفش شاوة هذا المنام شاوة. ما وكان شفت روحي في المنام اه يا نقي حداه واه جات حطت عليا حمامه من وحمامه من ومكبني كلب. بنتي انا ني شحال مانيش نشوف في المنامات ملي بويا كان على الشيطان وربي يهديه مانيش نشوف. شوفي روحي عند جارتنا هذيك لاكوط هي تنصحك. روحي خالتي خالتك واحد. صح اما صح صح صح. افتح الباب شوف شكون جا. يما اجا جارتنا. ايه نقول لك افتح لها الباب. ايه رحت باش نشوف. يا خوي جنابك زيد خير تاني ما جابك. خالتي قالت لي ما راهي عند خالتي هي اللي تقول لك واش معناها المنام اللي شفته البارح انا يا في النعاس. ما خالتي هزرعي شفت روحي في المنام اهي انا قاعده اهي جاتني حمامه من وحمامه من وكلب مقابلني. واش معناها خالتي؟ شوفي راكي تقولي حمامه من وحمامه من وكلب مقابلك. يا هادري خالتي واش معناها؟ دوك نقول لك انا واش معناها هالسني. يا هادري خالتي كي خلعتيني قلتي لي حمامه من وحمامه من وكلب مقابلك. ايه يا لو كان ديري جناح من ومن كلب ما ياخذك طيري. مش الخير زوجتي العزيزة؟ لاباس؟ صافا كي نشوفك نرتاح. الله يسلمك. واش قال لك الطبيب؟ رحت عند الطبيب صح. انا موالف توجور نسقسيك. حبيت نسقسيك الخطرة هذه وين جاية منطقة الإيبيطان؟ منطقة الإيبيط منطقة الإيبيط 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 وين على بالي انا ما على باليش وعلاش ما راني نخرج ولا تديني نحوس راهي تكون اسبانيا ولا فرنسا ولا الامريكان ولا باقين وين عبالك نتايا. لا لا كي رحت عند الطبيب عطاني بومادان قال لي ديرها في منطقه الايبيط. انا حشمت نقول له وين جاي منطقه الايبيط.
منطقة الإبط هنايا. يعطينا ويعطيكم الصحة من هيه، نرجعوا لينا وليكم ياللي راكم في الحجر. يا ودي أنا العشية رحت للصيدالي جبت باطا باريسيتامول راسي يوجع فيا، نلقى واحد الظاهرة البر هاربين يبيع في تشينا والغاشي داير بيه. يا وانا حسبته مداح حسبته موسى المغراوي برح، نلقى الغاشي الطابع على جال تشينا. يا ناس يا والكورونا راها ما تظلمش، رانا احنا اللي نظلموها ونروح نجيبوها لديارنا. المهم الشيح والمقاطوس وزيت الدخان هذون لازم يكونوا في الديار على الأقل، كاش واحد يروح يدور وتخبط الكورونا يجيبها للدار يلقى ربطة الشيح هذه بمثابة درع، درع ما بين الكورونا وما بيننا وبينكم. يا الفاسد في السياسة على ترصد هاو هاو داروها هاو كم صفرت هني والله تعرفيهم الشرميذة هذه ما تعرفيهمش هاو خفت هاخ لا خب نسيدك داروها الشرميذة صاي داروها ذر داروها كيما داروها في البروغرام على بالك اسلو مت لا لوتيرا لا فيلات لا شكارا لا جد امك بيان سور انت هكا ما يبلعطوا فيك هنايا وانت جيت بلعت زلومج فكرتني بالهم هذاك تاع العربي وجه الشر هذاك. الو العربي قول لي وراك ها الحاله راهي انتخذت العربي او انتخذت الحاله نا. يا والشرميذة ناضوا بقوة وراه يقول لك ما كاش العهدة الخامسة. يا ودي كيفاه يتمس ما كاش منها ترى رانا نلعبوا ولا؟ قال لك الناس شادين في بعضهم بعض قال لك والله غير طنق والله ما يرجعهم. وكان واك نورمال معولين قال لك ما كان والو يحبس كل الشعب. كيفاه؟ يا ودي هاك العربي العربي خلينا من التمسخير تاعك. الناس راهم يهضروا سوريوا كيما قالوا الفاندو معناتها الفاندو. بس انا شنو صح هو على راه منيرفي الناس هاي فرحانه برا العربي تبع لي في العربي قولي لي مدام سلومش انا انت ربي ما خاصكش دبري لي معاك تيران سمعتها يقول لك شوفي انت ما تنافينيش دوك انت كنت ديري كبير بالخدعه ديالك خفي راه قالي همك انا نزيد لك تيران انا ما درتوش لعمري على بالك باللي الشرميذه هذوك راهم دخلوا والله لا انت خذيت الحاله ما سلكها لا بوليسيه لا طنق لا هم يحزنون كذا ما تعرفنيش انكرتني صحيت العربي صحيت صحيت العربي صحيت يسمى لا دراهم لا كونتينرات انت خذيت الحاله وضروك العربي وضروك ادقه وكيف درك كيف دوك ادقه زعما راهم سوريو زعما الصحراء حابين يقلعونا الرئيس وزعما الرئيس يلقى واحد كيما هو واك هو راجل مليحه واك والله نقول لكم حاجه والله واحد ما يلقى كيما هو الرجل راه حاجه كبيره راه داهيه اخ 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 يا سيدي الحراك هذا راه قابض في كلش حتى دراري صغار خرجوا طلبه تاع الجامعه تك وعدي انسى لي زافوكا الجواز حوجي في كندا في فرنسا في لا بلجيك شكون اللي في الباب مخيط هذا نفتح له الباب الله يجعل الخير وخلاص وك حتى لي زافوكا داروا المسيرات وميش راح تفرغ انا كنت مسميهم سيرجيما وك اهلا صدق اهلا واش لاباس ريح 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 واش راك قاعد في الشتاء هنايا ما خفت يضربك الريح ما يا ودي واش من الريح الريح اللي راه برا هو هذاك ولا اللي واش راك تشوف راني مع اللي زايرك تشوف راني مع اللي في فيسبوك الدنيا راهي منتخبه والله لا جوستومون والله اللي جيت نهضر لك على هذا الامر هذا ايه والله غير الدعوه راهي قرصه علاش اسره شكينا راني نشوف باللي الحاله راهم ياك راهم دايرين المسيرات وراهم العهده الخامسه وهبطوها واش راهم باغيين اسيدي يا ودي هذا الدر هذا هذا الدر هذا مانيش عارف انا واش كاين في مخه واش كاين في مخه يا ودي قال لك يتنحى وكاع يتنحى وكاع يتنحى وكاع ليا احنا ثاني معاهم ننقلعوه هما راهم طالبين قال لك يتنحى كامل من الفوق للتحت نقول لك حاجه ايه باللي هذو الذر هذو صح هما مش على حقه كيف ما مش على حقه مش على حق ايه ما مش على حق ايه اديني معاك يقول لك كل ذا نعمه محسوب احنا ربي عطانا النعمه صح وهما حاسديننا ايه هذا حسد نخدموا فيهم
حنايا حنا المشاريع هذو اللي مرانا هذو وحنا نمدو في الدراهم ليهم ليهم إيه؟ المصانع هذه اللي رانا نديرو وكرانا نخدموهم ليهم ايه ايه هذو العيادات اللي رانا نديرو موك ليهم هما ايه ايه فهمتني حنا شاهي ندو الباي تاعنا برك هذاك مكان بصح هما والله ما ملاح يقول والله لك مملح هذو راه يقول لك كيما يقول لك هو يحفر له في قبر رمو وهرب له بالفعل وهرب له بالفعل شوف نقول لك حاجه الامر هذا والله غير يخوف قال لك يتنحى وكاع ودرك يتنحى وكاع وراه يحل المحاسبه ها المصادر تاعي راني نقول لك راه يحل المحاسبه هكا قال لك قال لك يتحاسبوا كاع ويدخلوا الحبس كاع ويتنحوا كاع ودروك كي وصلت لهذه المحاسبه يسمى حاب يقول محسوب داخلين فيها احنا في احنا ثاني رانا لا لا الا انت داخل فيها صح انا شوف يعني كل واحد يعرف وين يدفن بابه وليه تم هذا وانت كيف وانا واش دخلني انا خدام عندك انا خدام عندي يعني نرافع من اجل القضايا وخلاص هذاك ما كان انا ما انا ما نتنحش انا انا ليه نتنحى ويا نايك وهاب حقتك حسن حبيت نسقسيك سقسي شكون اللي تحب شكون اللي نحب شكون ليكيب ناسيونال لا لا حبيت نقول لك يعني في الكائنات في الكائنات في العواد صح وفنسا فنسا جدة الله يرحمها ان شاء الله تلحقها جذور الموسيقى الوراثية محمد صالح والنيسي مع موسيقى وأشعار إيه يا راعي الملجوم خماسة راعي الملجوم بالبرية ثاثلية قرب لشبور هالي عودك زارب تربح ولا تاخذ تربح حبسي كيما راك نجوع الطواية سيدي سوال مقواس الحواجب سكتي نشكر في البنات من نخلف دونية دينا امشي امشي 30 زنا جوات أنا موالفة تسقسيني ولا راحت لموها تقول لي مو واحد يدير ياها 48 ساعة يالو تايناو كيفاه تخطفوا لي المرأة واش درت لكم انا بغيت تخطفوا لي المرأة يا 500 مليون منين نجيب لكم انا 500 مليون خطاوكم النساء تاع العالم قاعد تجوا تخطفوا لي مرتي انا صح حقارين لا لا تربحكم لا لا تربحكم هاو كوبا في وجهيس يا الخمسمية يا واش ثاني ها واش نين ها سمعت ماما سمعتها ماما ايه يا هو الخاتم تاعها يا ايه استنى 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 شوف يالو يا ودي ها روح حطيني يرحم باباك ها بعدني يس علا تحقروا فينا هكذا واش شفتوا فينا على صوا ولا مدكتكين كذا لا لا راني نشوف فيه بصح هذا موش تعمرتي انا بنتاكد ابعث لي راسها بان كونفورمي 100% هذا هو افهم ايه بسم الله الرحمن الرحيم وليدي يا وليدي وليت لك كوشمار يا وليدي شهدت في حياتي انا شهدت وين نقدر نلقاك في كوزينه نلقاك في الصال دو بان نلقاك ماما يا حمادك ما تحديش بزاف هاك هنا خليتينا يا وليدي ما قدرتش نقي لك تشينا ما عنديش التفاصيل إلا راك باغي تنقي تشينا اتزوج وجيب مرا تنقي لك تشينا هاك نقي لي مانيش حابة نخسر تفرج انا نقيها لولدي ما تتزوج ما تغم مني كيما اخوك نقي لك التشينا نقي لك البطاطا نقي لك الفريز نقي كاع انت وما تغمنيش كيما اخوك ما لا بتزوج خاطر ما تتزوج عادت عليكم حزام التهجان كبرتكم ونسيت روحي بهدلتوا لي قدام الجيران ربي شادر علي خدمت الزيتون والصابة على زينة الحمراء خدمت نقيت الزيتون حتى هجو خلعتني هبلتني كليتني
شوفي راك مدروقي، راك شارب. على ما تعشي على ما تنعش الشيطان، على ما تعشي الشيطان عليها ماكش مليحه. عجوز واقع انتيا ماشي نورمال. علاه ماشي نورمال؟ علاه مش تيس روحك؟ كيفاش كنتي تدوري هاكا؟ اروح لهنا. انا كنت ندور هاكا، انا شفتني ندور هاكا انا. ها وين كنت؟ شو كنت تدير؟ كنت ايه نقول لك انا عجوز باسكو ما لقيتش راجل في الدار. ايه شيت واحد انا ما كان هاوليك. ايه سعدي بولدي شاش راجل للدار. مين جبت الدراهم؟ مين جبت الدراهم؟ ايه بعت بورطاب. اعتبر هادي تبيع البورطاب بشي شاجور. يا مرا دروك نخلو هكا الزيتون نطيش في الارض، ما نروحش نلقطو الزيتون، خاف يشر ربي. هذا الرزق، هذا رزق يطيش هكذا. ها والناس راه تهضر عليا في الدشره، يقولوا الشاعر ما يجيش يلقط الزيتون اللي خلاه باباه. ها ها ما تحشميش، يضحكوا علينا الجيران. على انت اللي ما تحشمش يا سعيد، على راك غامني كاع حياتي، على الناس عايشه انا باغي لا بيل في هذا المكان. نروح لاسبان اديني ندير باربيكيو، اديني ندير لي زاشا، اديني نحوس. علاه من غمه للغمه؟ علاه السعيد حضروك الرحمن الرحيم انت يا وجه لاسبان. ها اسمع ما تجيديش تذكري لاسبان هذه الزيتون او لا ندير كفوقد. راك رايح راك رايح وراك رايح دوكا الله الرحمن الرحيم سعيد. وراك رايح دوكا على بالي وراك رايح نروح نحفف. ما تحففش هذه القضيه تاع التحفف اللي جبتها لي جديده. كل ما تخرج من الخدمه تروح للحفافه. هذه 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 مراه هذه هذه على بيها راك باغي ما تهدرش بالاشاره. على بيها راك باغي تروح للدوار هذه كاش مراه هذه هي. قول الصحه سعيد. جامي عندي مراه جامي. انا كي تزوجت معاك غلقت ابواب الحب، حبيتك انتيا والزيتون. هذا مكان ما تبرقيش عينك فيا. ها مرا ها ندير كابوك. سعيد سعيد تروح تحفف نطلق. نحفف المدير نتاعي في المؤسسه شحال من مره قرب حوجني على جال اللحيه. سعيد انا تروح للحفاف نطلق. ما تطلقيش ما نروحش للحفاف، اما نروح ندير لاسيست. هذا بابا بابا هاي تعيط لك وحده. وحده مين بابا بابا هاي تعيط لك وحده؟ شكون هذه الوحده؟ شكون؟ ها شوفي واسمها ملكه وحده. على بيا يا الخداع يا اللي راك خادعني اليوم نشوف حقي راه مهضوم. انا نهضر مع الامام وندير في كبريا. شكون هذه ملكه وحده؟ سعيد وي سعيد اقرا لي اقرا لي وليدي. هذيك هذيك واش مكتوبه ملكه ورده؟ سبحان الله غير المشاكي الله الرحمن الرحيم. هاك هاي وره وره ملكه ورده. هايلك 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 عاود الغات. هايلك هايلك عاود الغات. هايلك هذه ماشي ملكه ورده راكم ما تشوفوش، هذه مكالمه وارده. خا يا خا صافي حسن صافا لاباس الحمد لله. شوف سعد من الاخر من الاخر من الاخر انت يا ديتها جوجل، انت يا بوقلت جوجل على بالك. على بالك باللي انت يا في بلاصه لاروسي كتبوا اسمك سعيد، في بلاصه المعجم العربي حطوا اسمك. شوف من الاخر نعطيك السؤال، سؤال يقول هل المراه تقدر ترجع رجلها مليونير؟ والاجابه تقول يا حسن اذا كان ملياردير. ماشي شابة يا ربيعة يا مولاتي جلابة، لا طاي عندك معك ماشي شابة. الناس منك تخاف نكرشي بزاف نندب عليها نحلف عليها ما نولي ليها. الحاج يا ربيعة يا ربيعة انتي وبنتك جادور، اللي يهدر معاكم تضربوه بالشاقور.
يا ربيع انتي وبنتك جادور واللي يهدر معاكم تضربوه بالشاقور الناس منك تخاف نقرشي بالزاب هندب عليها نحلف عليها ما نولي ليها جاتش عليك القندوره لا روب سواري وشعرك هيدورا يا ربيعه ما جاتش عليك القندوره لا روب سواري وشعرك هيدورا الناس منك تخاف نقرشي بزاف هندب عليها نحلف عليها ما نولي ليها يا ربيعة ماكي مهنية ماكي لباس السبت في الدار والخميس في الحباس يا ربيعة ماكي مهنية ماكي لباس السبت في الدار والخميس في الحباس الناس منك تخاف نقرشي بزاف هندب عليها نحلف عليها ما نولي ليها يعطينا ويعطيكم الصحة من هيه نتمنى أنكم قعدتوا معنا هذا نصي الساعة ولا 40 دقيقة سكاتشات أغاني دقة بومليار وجماعة الفهامة كما تعرفوهم ربي إن شاء الله يوفقهم في هذا في هذه السهرات انت رمضان صحة سحوركم باقوكم على خير يا ناس الخير يلي صاري فيكم التير وتخلصوا لكم لزافير وربي حنن عليكم قلب المير